كاتب الصحفي الاستاذ مصطفى بكري. صباح الفل يا استاذ مصطفى. صباح الخير استاذ هيثم، اهلا بيك. اهلا وسهلا. مجهود نعلمه جيدا وتابعناه جيدا قمت بيه حضرتك ومعاك زملاء من مجلس النواب للاستماع لطلبات اهلنا في النوبه ومحاوله تحقيق امالهم ومحاوله اعطائهم مره اخرى حقوقهم. كيف قبلت وزملائك من اهلنا في النوبه؟ ما تم التوصل اليه حتى الان؟ شكل الاشتراك والتعاون ما بين المؤسسات المختلفه يا استاذ مصطفى في هذا الامر. الحقيقه منذ الصباح الباكر امس وصلت انا والسيد النائب محمد سليم نائب كومومبو من القاهره لنكمل جهود زميلنا النائب ياسين عبد الصبور ونواب اسوان جميعا. عقدنا جلسه مباحثات او يعني جلسه لقاء مع 10 من ممثلي هذا الاعتصام بالامس وقادته في منطقة كركر، واستمر الاجتماع لحوالي 6 ساعات وتوصلنا فيه إلى عدد من النتائج الهامة أبرزها يعني ضرورة عقد لقاءات مع كبار المسؤولين شرح القضية. الأمر الثاني هو تفعيل المادة 236 من الدستور وإصدار القانون التنفيذي الخاص بتشكيل الهيئة العليا للتوطين وتعمير النوبة. ثم أجرينا اتصالات في هذا الوقت ونحن في المفاوضات لمجلس الوزراء، وقبلها كان حدث اتصال بيني وبين الدكتور علي عبد العال، وزميلنا محمد سليم أيضا اتصل بكل الجهات التنفيذية هنا في أسوان وفي القاهرة. بعد هذا اللقاء الحقيقة الذي استمر إلى 6 مساء طلب الوفد الذهاب إلى المعتصمين للتحاور معهم في مجمل هذه المباحثات، وتم بالفعل هذا اللقاء. في هذا الوقت التقينا القيادات الأمنية جميعها من سعد وزير الداخلية ومدير الأمن إلى رؤساء الأجهزة المعنية والأمن الوطني والبحث الجنائية والأمن العام وكل تمام. ذلك واستطعنا أن نحقق بالفعل نتيجة مهمة أكدت بالأساس على عدم ملاحقة أي حزب، وإحنا كنا قد أحطناهم في البداية من لقائنا اللي حصل مع السيد رئيس الوزراء والمباحثات اللي جرت مع رئيس الوزراء. وبعد ما خلصنا اللقاء الأمني قعدنا مع السيد المحافظ بحضور عدد من نواب أسوان، كان في مقدمتهم طبعا النائب ياسين عبد الصبور، وتواصلنا مع المحافظ وشرحنا القضية، وجينا بالليل وعقدنا لقاء أيضا مع ممثلي الاعتصام أبناء النوبة وأبلغونا بالموافقة على فض الاعتصام مقابل ما ناقشناه معهم في بعض القضايا الأخرى. وبالفعل فض الاعتصام 3 الفجر تمام، سمح للسيارات جميعها بالذهاب إلى أبو سنبل وأسوان، وانتهت القضية عند هذا الحد. سنعقد مؤتمر صحفي في 12:00 من صباح اليوم، وبعدها من الأسبوع القادم حنعقد لقاءات في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب لنبحث أسس القضية النوبية وتفعيل المادة 236 من الدستور بحيث أن احنا نوصل لحل جذري لهذه القضية. تمام، وهو ده اللي كنت بتكلم عليه في الحقيقة يا أستاذ مصطفى. يعني احنا يعني فضل الاعتصام ده أنا شخصيا بقراه بوادر لحل الأزمة أو بوادر لحل المشكلة، إنما الحل الحقيقي هو عودة الحقوق وعودة الأمل مرة أخرى لأهلنا في النوبة. تحملتم على عاتقكم بهذه المبادرة مسؤولية أيام قادمة وأسابيع وشهور قادمة في عودة هذه الحقوق مرة أخرى. سؤال واضح وصريح يا أستاذ مصطفى، يعني في تواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية والسادة والمؤسسات المعنية في هذا الأمر، مدى الاستجابة أو مدى الاستعداد عند الحكومة المصرية للنزول على رغبات أهلنا في النوبة اللي جزء كبير منها حقوق أصيلة ليهم؟ يعني أولا البيان الذي أصدره رئيس الوزراء بالأمس تضمن نقطتين. النقطة الأولى هي تفعيل القانون المنتظر صدوره استنادا للمادة 236 من الدستور، وسيعقد اليوم أو صباح اليوم يعقد الآن اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزراء الإسكان والتخطيط والعدل وأيضا محافظ أسوان، وكل ذلك له هدفان. الهدف الأول هو بحث قضية التنمية في منطقة النوبة، وبحث أيضا موضوع الأراضي بالذات في منطقة كورفندي التي أثارت ضجة وردود أفعال متعددة. الأمر الآخر هو قضية
أيضا التنمية في هذه المناطق، والقانون المتوقع صدور الحكومة تقدم مشروع قانون، وأهلنا في النوبة كانوا قد أعدوا مشروع قانون قدموه قبل ذلك لوزارة العدالة الانتقالية. نسيت حقيقة ما أقول كمان بشيد بدور زميلنا عمرو أبو اليزيد، النائب عمرو أبو اليزيد كان الحقيقة جالنا بالليل امبارح الساعة 12 من القاهرة، وهو أصلا من أصل نوبي، وجلس أيضا مع زملائنا المعتصمين، وأمكن بالجهد الجماعي الحقيقة، لأنه ما كانش جهد فرد ولا أنا والنائب محمد سليم، بالعكس كان جهد كل النواب أسوان والأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية، كنا بنشتغل جميعا الحقيقة في منظومة واحدة هدفها هو حماية الوطن في هذه الظروف التاريخية المهمة، وفي نفس الوقت بحث مشاكل أبناء الوطن أيضا. صحيح. المصريون أولا أبناء اليوم. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب بينضم